إلهي وحو إلهي فلينظر الإنسان مما خلق إنسان فهو أبدا وحلا أبوه وحلا أبوه وحوه عبادة إلهي بداس أبوه فضي بغن وأين نولي بوحن قابلك الرأجرين نعمة قلت حوه ونعمة الإسلام يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أداكم للإيمان بلا إله إلهي وحنكم من يستيقن أن إسلام نغرنا وحن حقنا يا ولا يا الحلال أن قرآن من ما والنعمة إن جم وقتوي نعمة الإسلام نعمة صدحانك لو حوي وأرزقه فلينظر الإنسان إلى طعامه وإلى هيله إنسان فها أجو قوت كأن سين هيله إن جم وحلا وحن بحنا نجرب إلى هينا أرزقه يا ولا يا المرك النعمة ينكو سداسي أكل أود بدين أبو أكل تحينهم وحين مدور بوا بهن تهين لوش هيو قل إذا الحمد لله رب العالمين مركي أي تماطو نعمة الذرية هالنقطة نعمة أركتها هالنقطة إلهي وسوء الذرية وحيولي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آية داس وحكوه الرئيسة طبعا نعمة إلهي وشيك أو هو الرئيسة الله الذي خلق السماوات والأرض إلهي سمدي أرضه أبو رأي نعف وغانا إلا نعف سنة وحكوه جسيري إلهي سبحانه وتعالى ينبي يسود تشيو أي مدخل سبحانه ومدخل عنه وحكم حجسيه إلهي نو دبيريين إنه بضحى مرة وحلاي حكم حجسيه إلهي نو دبيريين وبياش مرة إلهي حكم حجسيه إنه نسيه شمسة أو أحد عاد يضيح وافتينا وحكم حجسيه إلهي نسي مال اليهبين وقدميت وحولي وأتاكم بكل ما سألتموها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وحلا واحد سؤالتان بإلهي نسيه وحلا نجار ربع مركا أو نبي آيات الله تعالى لنجار ربع أو ها عليه الصلاة والسلام نبي وحلا يري وأما بنعمة ربك فهدي نعمة إلهي وكسي موج نعمة موج وما ها كشكا يو ملا اللي استعلو كوكبرو كشكا أو ده أنت أصلا حيانا استعلو حويا إن إلهي وقابل سينا نعيد وقول عبادة ستة أو تقع وانصته أو ضدنا ما موج صو سيو زيادة وحيسويا كان موقتا هذه لا عقل بلاه سيادتك لا تلصو علم الله هذو سيادتك وحوش يكتو ما لله هذو سيادتك وغنى فقيس ويان ما بقول عليه الصلاة والسلام وحجري أضانك مرك الله أن عمايو وحج علي هاي إنه أضانك أثبت نعمة الله أركو وموجيو ما كسا صلى الله عليه وسلم أنبيادنا عليه الصلاة والسلام أنت هكسو قال الله نبي الله سليمان وكله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أعضو أيضا بضم بخشة النعمة داس وحوية نعمة النبي موسى عليه النبي موسى نوشة قاسونا ربي أوزعني أنا أشكره يوجد النبي الله سليمان أسقي والد كيبا يعني نعمة اللي سيئة ويكوش بريين إلى هنا وحولا هاي وضل أس على نقر ربا مؤمنين تقول له جدي يوم ما نقر له جدي سلك حال يري شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين وحي الله ترطارمي أنبياء الله صلى الله ترطارمي أما مؤمنين وحي الله ترطارمي وحي الله ترطارمي أنبياء الله فرعون وأكاد أركتين وحوه سووا النعمة والحقوق قابلية إنه قالوا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون ووبنا هذه التوبة أكوها ستة مصر فرعون بحلقة شيء يوم مصر حكومي وأودنا كلية قرآن كالغوش يعني عادي وضبطي وفجر ولي مركب حاوية كل النعمة السي وحوه سووا فرعون والوبياش المصر إن الله ميل أن يقرن هنا نه كين كين سبي كي وحنا الله وبياش دورير يا مصر كيم لك سنة نعم ذي له قالوا بي الله أنتم كي راه إله بعنا هاي أو وجه جبوك مجان كيس كل كلمة حاجة سبين يا وحنا هو قال هذا دكتور وكذلك قارون إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليه وأعطيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال لقوم كل كلا سيئة ما المدن بل سيئة نكا قارون الأورنجري نبي الله موسى المدارة هاي وكو كبري قال إنما أوتيته على علم بول أقوام بانو لأحي ما الكسر الله نقانا قانا أو حول تخصص بانو لأحي ساسا وحول أنك الله إمد مالكا وكو كفري إلهي محالة نقاط بها مركا نعمد إلهي كسي وحالة ربا آيات اللي الله خطابة سيئة لسيسة قارون وابتغي فيما أعطاك الله دار الآخرة بالي روح المسيا مالك إلهي دارتي سخوض البالي إلهي أو هرم الصو أو صلاة يسو أو مسلمين تكو عاو أو ضد كسيه وضد أسوال الله يلو ضد الوضن وضد قراءة مركا قفكو نعمة داس
qof walba way ka muuqataa. Nabi waxa uu sallallahu alayhi wasallam u sifeeyay oo uu yiri qofku ha eego qofka ka hooseeya inuu eego qofka ka sareeya. Oo qof walba waa nicmad haysataa. Si gaar ahna waxa takhasuska dadka cilmiga yaqaana waxay dhahayaan qof kasta oo muslima wuxuu leeyahay wax uu kaga duwan yahay ummada kale oo masiix ah. Oo inuu ummada uga faa'iideeyo rabo mid bilaahay aqli badan sii. mid buu ilaahay kalsooni badan siin mid buu ilaahay geesinimo badan siin mid buu maal siin qof buu wax buu ilaahay ku galabay mar qof waa inuu intuu raadiyo xaaladaas uu ummad uga faa'iideeyo weeye marka walaalayaal nicmooyinka ilaahay waa kuwaas ee quraanku noo sheegay haddaan ku gaalayna waxa weeyaan waa bas waynu saamaysaa qolaa waxa la lahaa gaalaa yacrifuuna nicmata allahi thumma yankuruunaha nicmada ilaahay way garanhayaan haddana way inkirayaan way diidan yihiin ya waxa weey aakhirka aayada waxa lagu yiri waqsaruhum kaafirun kuwa waxa sameeynaa intooda badan waa gaalo nicmooyinkaas inta ugu muhiimsan baynu nagu haysanaa inta ugu muhiimsan baynu nahay kow muslimiin baan nahay walaalayaal muslimiin baynu nahay waa nicmada ugu weyn huwa samaakumul muslimiina min qabl wa min ba'd hadaa kalar dooniba lahaa laba waan caafimaad qabnaa aqligeenna baynu dhameystiran lixaadkeenna baynu qabnaa yacni waxa la yidhaahaa nin ibraahim al-adham loo dhigay qisadaas ku soo gabagabeeyay yaa wuxuu arkaa la yiri qof nin wada dhaxyaala oo indhala kow oo lugala oo wax xoola haysanin oo haddana le alxamdulillaah ilaahay nicmooyinka badan uu siiyay uu indhala yahay uu lugala yahay wax walba arbuu yiri wuxuu ilaahay ku seed ku shubayaysa muxuu yahay wuxuu ku yiri carab baa tahay ilaahay hadduu qalbigii aan ku xusuusanayo iyo carabkii aan kula khidaabayo ii daayay wax nicmo iga maqan ma jira buuri xisaabtana intaas aakhare ugu filan buuri marka inagii inagoo toddobadii lixaad qabno wax kasta inoo dhammaystiran yahay haddana ayaa laga yaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in laga sheeganhayo waxaana inagu dhaca kolkii ay dhibaata jirta isaga xaggiisa inoo ordaynaa kolka kalena waan iloobaynaa marka walaalayaal nicmada ilaahay inaan ku kufayn daaimkeedu waxa weeye cibaadada ilaahay bal illaahi acbud wakun min ashaakiriin baan nabiga ilaahay ilaahay caabud kadibna ahow ku shukriyaa nicmada qaabiladeedu waa cibaadada ilaahay oo la badiyo iyo shukrkiisa la badiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu